السلام عليكم، إن شاء الله بهذا الفيديو راح نبلش نحكي عن شابتر 3 واللي نحكي عن الهارموني كلودينج سنجل ديجري اوف فريدم ديو تو ذا هارموني كلودينج. هسا الفكرة انه الهارموني كلودينج هو اللود اللي زي عبارة عن اللود اللي بكون الفانكشن ساين او كوساين. ساين او كوساين يعني ايش؟ رايح جاي، نفس الفكرة، لود متكرر بريودك لود. يعني هسا بيكون بالعادة الاقتران هو عبارة عن اف نوت في ساين اوميجا بار في تي. سميناها اوميجا بار عشان نميز بينها وبين الاوميجا العادية، هاي بتكون للسيستم واللي هي جذر الكي على ام، وهاي بتكون ايش للفورس فورسينج فانكشن. هسا الاف نوت بنسميها الامبليتيود، الامبليتيود للفورس، بس في امبليتيود للفورس في امبليتيود للسيستم او للريسبونس. فهي الامبليتيود، الامبليتيود اللي هي زي ما نقول فانكشن، احنا بنقول رايح جاي، فاحنا بالعاده كونه ساين او كوساين اعلى قيمه له واحد، بس لما نكون ضاربينه بكونستانت بتصير هاي ايش اف نوت. يعني اذا هاي خمسه بنلاقي الرسمه خمسه، عشره عشره، وهكذا. عشان هيك ممكن من الرسم نستفيد انه اعلى قيمه هي عباره تكون عن اف نوت، حسب شو بكون كاتب لي، تي مع اف اوف تي مثلا، وهكذا. بالتالي هيك الفانكشن بكون اف نوت في ساين اوميجا في تي. هسه لما نيجي نكتب الايكويشن اوف موشن، احنا بنقسم بنبلش بالاندامد سيستم، بنبلش بالاندامد سيستم شو بنسوي؟ بنعرف انه احنا كنا نحكي ام يو دبل دوت زائد كي اف يو يساوي زيرو. هسه صار عندي يساوي الفورسينج فانكشن. هاي المعادله هي سكند اوردر نون هوموجينيوس. نون هوموجينيوس شو يعني نون هوموجينيوس؟ يعني لها حلين، لها كومبلمنتري سوليوشن او هوموجينيوس سوليوشن ولها البارتيكولار سوليوشن. طيب شو بيكون عبارة عن ايش الكومبلمنتري سوليوشن او الهوموجينيوس سوليوشن؟ هو حل المعادلة اذا اعتبرت الحد هذا صفر. طب شو حلها هاي؟ اخذناها قبل اللي هي a كوساين اوميجا تي زائد b ساين اوميجا تي. طب شو حل البارتيكولار؟ البارتيكولار كان في جدول من بكون عندي فانكشن ساين وكوساين ومنحله، بوصل معي للحل النهائي اللي هو الحل هذا. هذا حل مين؟ الكومبلمنتري، الحل البارتيكولار سوليوشن. فبالتالي بعد ما ترتب المعادله بتقول انه اليو اوف تي كامل هو عباره عن اي كوساين اوميجا تي بي ساين اوميجا تي زائد اف نوت على كي على واحد ناقص ار تربيع في ساين اوميجا بار في تي. تمام. هسه هون هو كاتب انه اذا كانت اليو زيرو فالاي زيرو. هسه هذا الاشي انا لا ما بتوقع انه هيك، هذا كانه في ايرور. هسه احنا الريسبونس راح يطلع لنا بالشكل التالي: اف نوت او اليو اف تي بشكل عام الريسبونس بيساوي يو نوت كوساين اوميجا تي زائد تفتح قوس في نوت على اوميجا ناقص اف نوت على كي في ار على واحد ناقص ار تربيع، طبعا كله مضروب في ساين اوميجا تي، اوميجا تي عادية، زائد اف نوت على كي في واحد على واحد ناقص ار تربيع في ساين اوميجا بار في تي. طيب لو فرضنا انه انا ما عندي فورسينج فانكشن، ما عندي فورسينج فانكشن يعني الاف نوت زيرو، فبالتالي هاي كاملة بتروح وهاي كاملة بتروح، فبصفي الفانكشن ايش؟ زي اللي درسنا قبل، يو نوت كوساين اوميجا تي زائد في نوت على اوميجا في ساين اوميجا تي. لما يكون عندي فورسينج فانكشن ضفنا هذا الحد. هسا هذا الحد اللي هو بي، هيو اذا بتلاحظ بي هو سالب ار في واحد ناقص ار تربيع في اف نوت في كي، هيو هو هذا. هذا عبارة عن الفانكشن بي، بس شو اعتبر هو؟ اعتبر انه الفي نوت زيرو، احنا الفي نوت ما بنعتبرها زيرو، عشان هيك هو ايش؟ حل المعادله وصل الحل النهائي بدلاله انه زيرو. احنا بنحله بشكل عام انه لا مش زيرو، بنحله اساس انه في عندي يو نوت وفي نوت، عشان هيك هو وصل ل A و B مختلفات. عشان هيك قلت لكم لا تعتمدوا هذاك، لا تعتمدوا هذاك، اعتمدوا اللي انا كاتبه، اعتمدوا اللي انا كاتبه اللي هو هذا يو نوت كوساين اوميجا تي زائد في نوت على اوميجا ناقص اف نوت في ار على واحد ناقص ار تربيع. طيب اوميجا بار ما لنا فيها بالسيستم، نحسبها بطريقه معينه. بضل عندي الار، الار هي نسبه بين اوميجا بار على اوميجا، بس هي كل فكرتها.
أوميجا بار ولا أوميجا. تمام، بس في عنا كثير شغلات مهمة، مثل كلمة الحل هذا اللي أنا كتبته. في عندي شغلتين، في عندي الحل هذا اسمه ترانزيت سوليوشن، والحد هذا هو ستيدي ستيت سوليوشن. ستيدي ستيت سوليوشن. هسا اغلب الاسئله بالكتاب او بنسبه 99% بيكون بيطلب مني الامبليتيود للستيدي ستيت سوليوشن، ما بيطلب مني للحل كامل، بيطلب مني الاشي اللي بخص الستيدي ستيت سوليوشن. طبعا الستيدي ستيت سوليوشن مش بس هذا، اللي هو اي اشي فيه فورسينج فانكشن. اي اشي فيه فورسينج فانكشن فهو عباره عن ستيدي ستيت ريسبونس او ستيدي ستيت سوليوشن. تمام، هسا في عندي قانون مش مكتوب هون، رح يكون مكتوب تحت بشكل عام بالدامد، واحنا بنعرف انه الدامد والاندامد الفرق بينهم انه في عندي زيتا. طيب، في عندي قانون اسمه الدي، واللي هو الدايناميك ماجنيفيكيشن فاكتور. دايناميك ماجنيفيكيشن فاكتور، واللي هو عبارة عن نسبة بين الامبليتيود للستيدي ستيت، واللي هو عبارة عن بنسميه يو، اللي هو الامبليتيود للستيدي ستيت، على يو ستاتيك. يو ستاتيك حكينا عنها قبل، اللي هي اف نوت على كي. فبالتالي اليو شو هو؟ هذا هو الامبليتيود للستيدي ستيت. اف نوت على كي في واحد على واحد ناقص ار تربيع، فاف نوت على كي مع اف نوت على كي بتطير بصفي واحد على واحد ناقص ار تربيع. فبالتالي الدايناميك ماجنيفيكيشن فاكتور بشكل عام هو يو على يو ستاتيك. هسا احنا بنقدر نحسب الستاتيك ديسبليسمنت من شابتر 1. طب اذا بدي الدايناميك ديسبليسمنت بضرب بالدي، يعني دي في يو ستاتيك بيعطيني الدايناميك ريسبونس. فالدايناميك ريسبونس بيكون دي في يو ستاتيك. فشو الدي بيكون؟ واحد على واحد ناقص ار تربيع. هاي في اي حالة؟ في حالة ال undamped system. undamped system قانون ال dynamic magnification factor هو واحد على واحد ناقص ار تربيع، واللي هو دائما ال amplitude لل steady state solution. هيك شرطه هذا القانون اصلا، مش لل amplitude للشكل الكامل، لا، ال amplitude لل static state solution على ال static دائما. هذا قانون dynamic magnification factor من هون لنهاية المادة. تمام، هسا بدنا نحكي عن الدامت سيستم. الدامت سيستم نعرف انه بنزيد عندنا سي يو دوت، بصفي عند المعادلة الكومبلمنتري سوليوشن هاي اللي حكينا عنها سابقا، والبارتيكولر سوليوشن هذا هو. تمام، فبطلع عندي حلين، المهم نوصل للمعادلة النهائية. اتذكر كانت معادلة طويلة هون، هذا السوليوشن. هذا السوليوشن هو عبارة عن السوليوشن الكامل، واللي هو عبارة عن هاي ستيدي ستيت وهاي ترانزيت. فبالتالي ستيدي ستيت سوليوشن هيو. تمام، هذا الستيدي ستيت، وبنفس الطريقة إذا بدي الدايناميك ماجنيفيكيشن فاكتور بيكون هو الامبليتيود للستيدي ستيت. شو الامبليتيود للستيدي ستيت؟ اللي هو هذا بس بدون الساين اوميجا تي، لان احنا بنحكي عن الماكسيمم بالعاده. فبكون هو يو ستاتيك على جذر الواحد ناقص تربيع، يو على يو ستاتيك. فيو ستاتيك اللي بالبسط راح تروح مع يو ستاتيك اللي بالمقام، بصف عندي واحد على جذر واحد ناقص ار تربيع الكل تربيع زائد اثنين زيتا في ار الكل تربيع. فهذا هو الدايناميك ماجنيفيكيشن فاكتور في حالة الدامد سيستم، اللي هو واحد على الجذر، هذا قانون كامل. لو كان عندنا اندامد فالزيتا صفر، بصفي واحد على واحد ناقص ار تربيع، بصفي نفسه. فهذا قانون شامل في حالة دامد او اندامد. بس اذا بدي الريسبونس، هذا قانون الريسبونس، الاي والبي عشان انيشال كونديشن، يعني لازم نشتق الاقتران.
واذا عشان هو بالعاده بيطلب مني فايند ذا ستيدي ستيت سوليوشن، يعني بس احل على ستيدي ستيت ريسبونس. ستيدي ستيت ريسبونس بطبق هذا القانون. هسه في ثيتا، شو ثيتا؟ او تان انفرس هاي القيمه بس. تمام. طيب خلينا نشرح هذا المنحنى. هسه هذا المنحنى طبعا شرح للدايناميك موديفيكيشن فاكتور كيف الار، او كيف يعني سلوك الدايناميك موديفيكيشن فاكتور مع الار. طبعا مثل ما بنعرف قانون الدايناميك موديفيكيشن فاكتور هيو هو عبارة عن نسبة الستيدي ستيت امبليتيود، ها لاحظوا انه اليو بارتيكيولار سوليوشن تو ذا ستاتيك ديفليكشن، هذا اللي حكينا عنه. فطلع معي هذا الاشي وشرحت لكم كيف طلع بالتفصيل. طيب نرجع للي فوق، هاي الرسمة تشرح لي كيف او شو معنى الدايناميك مودفيكيشن فاكتور وكيف سلوكه مع الار. فاحنا بدنا نحكي عن الفيزيكال مينينج له وكيف بنقرا المنحنى وشو بفيدنا هذا المنحنى. هسا اذا بنلاحظ انه احنا بداية المنحنى كلهم قريبين من الواحد، وبنهاية المنحنى بكونوا قريبين من الصفر، وعند الواحد بنلاحظ انه بكون هو الماكسيمم، بكون هو الماكسيمم. بس بدنا نعرف مصطلح انه عند الماكسيمم ريسبونس اللي هو عند الار بساوي واحد، هاي اسمها ريزونانس، اسمها ريزونانس او ريزونانت. هاي اول شغله، هذا هو هذا المصطلح ايش الريزونانس، اول شغله. ثاني شغله بدنا نشوف احنا شو بنفهم من هذا المنحنى. بس لما نحكي انه ار، احنا بنحكي هون ار، لما تكون ار اقل من واحد، اقل بكثير من واحد يعني تقريبا صفر، لما تكون ار تقريبا صفر بيكون الدي بيساوي واحد. شو معنى الدي بيساوي واحد؟ يعني انه يو على يو ستاتيك شو بتساوي؟ يعني انه اليو بتساوي يو ستاتيك هو بتساوي اف نوت على كي. هيك معنى انه الدايناميك واحد، انه اليو ستاتيك نفسها يو الامبليتيود، فبالتالي الاف نوت هو الاقتران. ما الاقتران؟ احنا نشوف السيستم بنلاحظ انه الامبليتيود او انه الريسبونس بيعتمد على مين؟ على الستيفنس للسيستم. فبالتالي عندي ملاحظه كثير مهمه انه لما الار تكون قريبه من الصفر او اقل بكثير من واحد، معنى هذا الحكي انه الدايناميك ماجنيفيكيشن فاكتور او الريسبونس بالاحرى بيعتمد على الستيفنس للسيستم. طب خلينا نشوف بالمقابل اذا كانت ار اكبر بكثير من واحد، يعني كيف؟ يعني تقريبا ها 2 3 4، بلاحظ انه ايش بصير الدايناميك ماجنيفيكيشن قريب الصفر. او لما بدنا نيجي نكتب القانون، خلينا نيجي نكتب القانون. لما نقول 1 على 1 ناقص ار تربيع، هسه الزيتا ضرب ار بشكل عام بيعطينا رقم كثير صغير، يعني لو نفرض هاي 3 وهاي بوينت 1 بتصير هاي بوينت 3، بوينت 3 تربيع بصير حتى يقول الى الصفر، بتلاقي هذا بصفر. بنيجي لهون لو قلنا الار كبير كثير، لو نفرض انها 10، 10 تربيع كم؟ 100. فواحد ناقص 100 99، 99 تربيع رقم كثير كبير، رقم كثير كبير. فبالتالي بصفي عندي ان الدايناميك ماجنيفيكيشن فاكتور شو بيساوي؟ تقريبا واحد على ار تربيع، او هو بيكون بالاصل انه هاي خلاص اعتبرنا انه هذا الحد بالنسبة لهذا يساوي صفر، صار ار قوة اربعة تحت الجذر بتصير الدايناميك واحد على ار تربيع، يعني اليو على يو ستاتيك بيساوي ايش؟ واحد على ار تربيع. بس بعد ما نرتب هاي المعادلة، بصفي عندي هسه شو معنى هذا الحكي؟ انه اليو بتساوي يو ستاتيك على ار تربيع، يعني شو اصل بدي افصل ار تربيع، هي بتكون اوميجا بار على اوميجا، يعني اوميجا بار تربيع على اوميجا تربيع، هيك بتصير معناها. هسه الاوميجا هي ايش؟ كي على ام، فبالتالي واليوستاتيك اف نوت على كي، كي مع الكي بتروح، فبالتالي بصفر عندي انه السيستم بيعتمد على الاوميجا بار والاف نوت والام. فبالتالي لما تكون اكبر بكثير من الواحد بيعتمد على الماس اوف ذا سيستم، الماس اوف ذا سيستم. فبالتالي بنستنتج من هذا الحكي اذا كانت ار اقل بكثير من واحد فبيعتمد على الستيفنس، واذا ار اكبر بكثير من الواحد بيعتمد على الماس، واذا كانت عند الواحد بالضبط او قريب من الواحد بيكون بيعتمد على الدامبنج ريشيو اللي هي زيتا. بنلاحظ انه اذا الزيتا واحد بيكون
هيك زيتا بوينت 7 اقل، زيتا بوينت 02 تلاقيها ايش زي هيك، بوينت 01 هالقد، بوينت 0001 تلاقيه وصل للانفينيتي او كبر كثير. فاضل شيء بدي اياك تفهم معنى هذا المنحنى، يعني هذا المنحنى كان بس عشان تفهم شو الفكرة من هذا الحكي. طبعا بنقدر نوصل اخر شيء انه الواي ستاتيك، الواي اس اف نوت، مش واي ستاتيك، واي اس اللي هو مش واي اس اللي هي اليو للابليتيود يعني البارتيكولار سوليوشن، بيساوي اف نوت على ام في اوميجا تربيع، اوميجا بار تربيع. هاي شو هي؟ حكينا عنها، حكينا عنها بالحالة هاي لما يعتمد على الماس في السيستم، وهاي هاي هي هيك بتساوي، تمام؟ بس هي هي الفكرة. هسا عند الريزونانس، عند الريزونانس شو قلنا؟ قلنا انه لما تكون ار بتساوي واحد هذا بصير صفر، وهذا هو هاي واحد بتصير واحد على اثنين ار، فالدايناميك ماجنيفيكيشن فاكتور بصير واحد على اثنين زيتا، هذا وين؟ ات ريزونانس لما ار بتساوي واحد. فبالتالي اليو بدها تصير واي ستاتيك او يو ستاتيك على مين؟ على اثنين زيتا، وهاي بعد التفصيل بتصير عبارة عن اف نوت في سي في دبليو اللي هي الدامبنج، والدبليو اللي هي اوميجا. هاي بعد التفصيل يعني بعد ما شلت سي كريتيكال وكي على ام اوميجا وغيره بوصل هذا القانون. فهذا القانون الامبليتيود ات ريزونانس، كثير هذا القانون راح يفيدنا، تمام؟ فهيك احنا شرحنا عن دايناميك ماجنيفيكيشن فاكتور بجميع حالاته، شو القوانين، شو على شو بصير يعتمد بشكل عام الدايناميك ماجنيفيكيشن فاكتور والامبليتيود، وشرحنا عن ستيدي ستيت وترانزيانت، واحنا راح نركز كثير على ستيدي ستيت فقط، وهذا ات ريزونانس هيو، تمام. هسا بنلاحظ انه في عندي بالقانون كان ثيتا، ثيتا بنسميها الفيز انجل او فاي ممكن نسميها، هي الفيز انجل. ترى هي بنفس الفكره، نفس الفكره، لما تكون ار اقل من واحد بيكون عندي السيستم بتكون الزاويه قريبه 90، سي بتكون الزاويه 90 يا 180 هيك بنحكي انه تقريبا. فانه اذا كل ما كانت الار اعلى بيكون بعيد عن يوصل 90 بس قريب ليوصل 180، والعكس صحيح، لما تكون الار او الزيتا واحد او ان الار صفر بيكون او هي ار زيتا واحد بيكون عندي بدناش واحد، خلينا نقول بوينت بوينت اوتو اللي هو المنقط. بنلاحظ انه كل ما قلت الزيتا بتصير ابعد من انها توصل، بتكون تحتاج ار اعلى لتوصل لزاوية 90 ولكن بتحتاج اقرب لتصير زاوية 180. فهذا هو الفيزيكال مينينج. طبعا هذا السؤال يعني عادي بنقدر نحله ونستفيد منه شغلات، بس ما بدي نحل هاي المسألة مبدئيا، فيها تريك شغلة اكسنتريسيتي ما اكسنتريسيتي، بس انا بدي اعطيك فكرة السؤال انه زي كأنه هذا عندي بيم مكون من تو سبان، او يعني مش بيم يعني زي هيك، هنا بيم في بيم من الجهة الثانية في عليهم هذا الماتور، تمام؟ فانا عندي كل الشغل بدي اضربه باثنين، هاي اول شغلة. ثاني شغلة، انا لما اشوف عندي ذا موتور رانز ات 300 ار بي ام، هاي هي الاوميجا بار، الاوميجا بار شو بتساوي؟ 300 ار بي ام ريفوليوشن بير مينيت. فهيك شو كيف تحولها لراد؟ احنا لازم نحولها لراد بير سكند، فاضربها باثنين باي اقسم على 60، فهيك انا مين بحسب؟ الاوميجا بار. يعني الفكرة انه هاي الـ RPM اللي بعطيني اياها هي الاوميجا بار اللي هي الفورسينج فانكشن، الفورسينج فانكشن. طيب طبعا شوف شو المطلوب، what will be the amplitude of the steady state، بده بس الامبليتيود للستيدي ستيت. وش كيف بحسبه؟ بحسبه باكثر من طريقة، يا بحكي الامبليتيود للستيدي ستيت هو عبارة عن اليو ستاتيك مضروب في دي، يعني اذا بدي احسب الدي كونه معطيني زيتا، وبقدر اجيب الاوميجا للسيستم. ليش؟ ما انا معي كي، معي الاي ومعي الوزن، بقدر اجيب مين؟ الاوميجا للسيستم، ومن الاوميجا بجيب او بجيب الكي يعني والاوميجا والى اخره، بقدر اجيب الزيتا. فبقدر اجيب الدايناميك ماجنيفيكيشن فاكتور، بقدر اجيب الار، بقدر اجيب مين؟ الزيتا. ما الزيتا معي اصلا، معي ار وزيتا، بقدر اجيب الدي واليو ستاتيك اف نوت على كي، تخلص المساله. زي هيك مثلا، زي هيك احنا بنحل. هسه هو كيف حل؟ جاب الاوميجا وجاب الاوميجا بار. هذا الاشي اللي هو ترك السؤال اللي مش مفهوم شوي، المهم بعد ما وصل اشي جاب الاف نوت، اشتق يعني هو اشتق الاف نوت لحاله. احنا ما في اسئله زي هيك، يعني دكتور ما جاب لنا اسئله زي هيك،
بس جاب الاف نود طلع اليو اللي هو ضرب بالديناميك، ايوه ضرب اليو ستاتيك في الدايناميك ماجنيفيكيشن فاكتور. بس مش تقول لي قسم، ما هو الدايناميك ماجنيفيكيشن فاكتور واحد على على جذر كذا، فهو زي كانه ضرب فيه، او طبق القانون اللي اعطيتكم اياه. طيب احنا بنحل مين؟ المساله هاي اللي احنا اخذناها بالمحاضره، والشيء اللي بهمنا منه يقول لي the steel frame shown in the figure supporting the rotating machine that exerts a horizontal force at girder level find the force f of t قيمتها 200 ساين 5.3 تي باوند، يعني الحل بالباوند. اسيوم 5% كريتيكال دامج، معناته هاي مين الزيتا. يوجد الستيد ستيت امبليتيود اوف فايبريشن، بده بس الستيد ستيت امبليتيود، يعني بدي اجيب اليو ستاتيك واضربها بمين؟ بالدايناميك موديفيكيشن فاكتور. بس هاي هي الفكره. وبدي الماكسيموم ستريس. هسه بنرجع للصف اول ستراكشر 1، تمام ستراكشر 2 مش مهم. هسه بدنا نحسب الستيدي ستيت امبليتيود. كيف؟ اول شيء نشوف المعطيات بالمساله. عندي وزن 15 مكون من 2 سبورت من 2 كولوم، فبالتالي عندي الكي بارلل بجمعهم الثنتين مع بعض لانهم نفس السكشن، والطول 15 فيت بصير 15 انش، بضرب 15 في 12. الكي بدها تكون كونه فيكست كولوم فيكست بين فيكست بين، فشو بده يكون عندي الفورس اللي هي ستيفنس كي بتساوي 3 اي اي على التكعيب. طبعا راح اضرب باثنين بتكون هاي كي اكوفلنت، فبالتالي هيك انا بحسب الكي اكوفلنت ومن خلاله بجيب الاوميجا واللي هي جذر الكي في جي على مين؟ على الوزن. الوزن معطيني اياه 15 بصير 15000، بحسب الاوميجا. ليش 15000؟ انه هي كيبس، والال 15 في 12، والاي 30000 او 29000 في 10 قوة 3، والاي من مانيوال ستيل للسكشن دبليو 8 ب 24. تمام، هيك انا حسبت مين؟ الاوميجا. هسه الاوميجا بار كم؟ الاوميجا بار كانوا معطيني فانكشن، اعمل مقارنة. بس شو الفانكشن؟ انا قلت لك بالعاده بيكون هو اف نوت في ساين اوميجا بار في تي. اف نوت شو جنبها؟ 200، معناته اف نوت 200 200 باوند. والاوميجا بار شو جنبها؟ 5.3، فاوميجا بار 5.3. فبالتالي انا معي كي، فبقدر اجيب الاف نوت على كي، فهاي جبت الواي اليو ستاتيك، ومعي اوميجا بار اوميجا بجيب الار، اوميجا بار على على اوميجا، معي الاوميجا معي الاوميجا بار. ايش هيك طلعت هذول، فبالتالي بجيب الدايناميك ماجنيفيكيشن فاكتور بجيب الامبليتيود للستيدي ستيت. يلا ونشوف الحل. انا شرحت لكم فكرة السؤال، معطيني الكي هايها 3 اي اي، طب انضرب في 2 لانهم 2 عمودين، ترى معي 2136، زيتا 5% هم يعطوني اياها، اليو ستاتيك اف نوت على كي، لاحظوا كيف جبت الاف نوت وكيف جبت الكي من فوق، الاوميجا جذر الكي على ام حكينا عنها 15000 زي ما قلت لكم، والار هي اوميجا بار على اوميجا، طلعت معي الار هالقد. فالدايناميك ماجنيفيكيشن فاكتور بشكل عام هو واحد على اللي تحت هذا، فالامبليتيود بيكون يو ستاتيك في الدايناميك ماجنيفيكيشن فاكتور طلع معي 0.189. فضو الامبليتيود للستيدي ستيت. هسه بدنا نحكي عن الماكسيموم ستريس عن كولوم. طيب خلينا ناخذ كولوم واحد، خلينا ناخذ كولوم واحد، هذا كولوم بين من تحت فيكست من فوق، هذا المومنت اللي عليه بيكون عبارة عن 3 اي اي في دلتا على ال تربيع. هسه الكتاب كيف حال؟ الكتاب حال انه نطلع الشير فورس ماكسيمم اللي هون اللي هون، واللي هي عبارة عن ايش؟ او هيك اتجاهها بيكون بالاحرى، كوني انا فرض المومنت باتجاه ذاك، هاي هي الشير ماكس. الشير ماكس واللي هي كيف نطلعها؟ مجموع المومنت يساوي صفر، ففي ماكس قديش بتطلع معي؟ 3 اي اي دلتا على ال تكعيب، هاي الشير ماكس. وبعدين نطلع المومنت، شو بقول لك؟ مو المومنت ديجرام له بكون كيف هذا زي هيك. فبالتالي قديش المومنت هون؟ الشير في الطول اللي هو ال، فبصف ايش عندي؟ ق
القانون هذا، فانت ما في داعي تكون تطلع الحل هذاك. فبالتالي القانون اللي عندي الماكسيمم مومنت هو عبارة عن 3 اي اي دلتا على ال تربيع، تمام. اي اي معي، ال معي 15 في 12، بظل الدلتا. الدلتا مين اخذ؟ الدلتا هي الامبليتيود. الامبليتيود مين امبليتيود؟ الستيدي ستيت امبليتيود. طب ستاتيك ولا دايناميك؟ اقول لك دايناميك، وقال لك احسب لي الماكسيمم دايناميك ستريس. لو قال لك ستاتيك ستريس باخذ اليو ستاتيك، بس هو قال لي دايناميك ستريس. دايناميك ستريس يعني يو ستاتيك ضرب مين؟ ضرب الدايناميك ماجنيفيكيشن فاكتور، تمام. هذا هو الحل. هيو شايفين هون شو عمل؟ قال انه الفي ماكس 3 اي اي في يو على ال تكعيب، ورجع شو عامل؟ قاسم ضارب في ال، يعني زي شو صف عندي 3 اي اي على ال تربيع في يو. يلا خلني احسبهم. اليو الثلاث والاي اي معطيني اياهم فوق 3 2 في 14 قوة 6. انا بدي احسب له عمود واحد، فباخذ اي واحدة، ما بضرب في اثنين، ما باخذ انا 3 اي اي على ال تكعيب في يو. انا زي ما حكيت لكم ما باخذ، باخذ العمود واحد. ليش؟ انا بحسب شير فورس ان كولوم، لكولوم واحد. شو باخذ؟ 69.2 على التربيع، واللي هي 12 ضرب 15 الكل تربيع. ضربتش في الاي، ما ضربتش في الدلتا، والدلتا 0.189. بيطلع معي المومنت. هيا انا حسبت على قانون المومنت اللي هو 3 اي اي قديش اي هي، بس عشان تشوفوا شو عوضت على الحاسب، يعني 3 ضرب 30 ضرب 10 قوة ضرب 10 قوة 6 مضروب في اي مقسوم على ايش؟ 12 في 15 لكل تربيع، مش تكعيب. ليش؟ انا اخذت المومنت مباشرة، اخذت المومنت مباشرة. قد ايش طلع معي هذا؟ طلع معي الحاسبة 3 6 3 3 0، تمام. فشو عملت في الستريس؟ هو ام سي على اي او ام على اس. السكشن مودلس، السكشن مودلس بجيبه من مانيوال ستيل، هو 17. فبطلع المومنت اللي طلع معاه قد الستريس. فالستريس كيف جبته؟ ام على اس او ام اي على سي، نفس الاشي، تمام. هذا الاشي اللي هو عنده هون. الفي ماكس حكى 3 اي اي في ال تكعيب، هيو 3 في الاي اي ضرب 69.2 ضرب اليو على 12 ضرب 15 كل تكعيب، طلعت معي 201.8، نفس الاشي نفس الاشي. فانا هون حسبت لمين؟ للماكسيمم امبليتيود وضربت. فهذا هي فكرة هذا السؤال. طيب خلينا قبل ما نفوت على الموضوع اللي بعد نحكي عن الايفاليويشن اوف دامبنج ات ريزونانس. هسه بالتجارب شو بنحكي؟ كيف نحسب الايفاليويشن للدامبنج اللي هي الزيتا ات ريزونانس؟ طبعا في عندي طريقتين، الطريقة الأولى اللي هي الايفاليويشن العادي، والطريقة الثانية اللي هي الباند ويث أو الهاف باور. هسه الطريقة الأولى حكينا عنها أصلا سابقا، بس الريزونانس شو حكينا عنه؟ إنه الدي واحد لما ار واحد، فشو بصفي عندي الريزونانس؟ شو بصفي عند الزيتا؟ او شو بقولنا الدي بصفي اخر شيء؟ واحد اثنين زيتا. انا بدي زيتا، فزيتا شو بتكون؟ واحد اثنين دي. بس اي دي؟ دي الماكس، اعلى دي اللي هو وين؟ هات واحد، تمام. هي نفس الاشي، يعني يو ام اي مشترك، هذا الشيء حكينا عنه تمام سابقا. الهاف باور الباند ويث ميثود، الباند ويث ميثود شو بتقول لي؟ بتقول لي انه احنا اذا بدنا نحل، اذا بدنا نحل هسه هاي الرسمين دي كيف برسم هاي الرسمين؟ ار ما عندي علم كونفيكشن فاكتور، برسم عدد قيم بطلع معي الكير هذا. يعني انا باخذ اكثر من دي يعني اكثر من دي مع الار، برسم شو بطلع معي؟ بطلع معي هاي الرسمة. شو بعدين بعمل؟ شو بعدين بعمل؟ باخذ اعلى وحدة، هاي هاي ايش هي؟ هي البيك اعلى قيمة. الفكرة هاي الطريقة انه باخذ بيك على جذر الاثنين، بيك على جذر الاثنين وبيك على جذر الاثنين. فهون طبعا انا هون مش اخذ هون، فبطلع الاف من هون اف 1
والاف 2 تمام. شو بعمل؟ بطبق القانون هذا اللي هو هذا، هي زيتا بتساوي اف 2 ناقص اف 1 على اف 2 زائد اف 1. اف اللي هي اوميجا، اوميجا مش ار، اللي الاف اللي هي واحد اوميجا بس. هاي هي الفكرة، هاي فكرة الطريقة هاي يعني، يعني حكي فاضي بدناش ندقق عليها كثير. طبعا هذا هو قانون، القانون عنده واحد على جذر الاثنين زي ما قلنا، نقسم على جذر الاثنين. هذا اكزامبل عادي، معطيني هاي الفريكونسي الاكسايتنج فريكونسي، معطيني مين الريسبونس، فاخذت نفس الشيء واحد على جذر واحد على اثنين، واحد على جذر الاثنين، فطلعت معي اف 1. ايوه ايوه هاي البيك، لما قسمت على جذر الاثنين طلعت معي 0.08، نزلت عند البوينت 0.08 قلت اشتغلت معي تقريبا 19، وهون كمان عند البوينت 0.08 من الجهة الثانية طلعت معي تقريبا 17. فشو عملت؟ طلعت الزيت على القانون تبعت طلع 5.2%. هذا الانرجي مش ما اخذناه، هذا كله ما اخذناه. فالفيديو الجاي ان شاء الله راح احكي لي عن السبورت موشن والريلاتيف موشن وكيف الفورس بتنتقل للفوتنج. إن شاء الله بكون يعني بنخلص شابتر 3، ما حل بروبلم يعني. يعطيكم العافية.